والآن في قرعة ربع النهائي لاختيار الفرق التي ستتنافس والتي ستتواجه مع في هذا الدور. الثمان أندية الذين سيشاركون في هذا الدور، دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2017. الفرق سيتم تقسيمها إلى وعاءين، الوعاء الأول سيضم أندية غرب آسيا والوعاء الثاني سيضم أندية شرق آسيا. قواعد القرعة: لن يكون هناك مبدأ حماية أندية البلد الواحد، وهذا يعني أن القرعة ستكون متاحة والفرق من كل الفرق من الممكن أن تواجه بعضها البعض. مباراة ربع النهائي ستكون على مباراة ستلعب بمباراة ذهاب وإياب، ربع النهائي الأول، ربع النهائي الثاني، ربع النهائي الثالث، ربع النهائي الرابع. الفريق الذي سيسحب أولا سيستضيف مباراة الذهاب، والفريق الذي سيسحب ثانيا في ربع النهائي الأول والثاني والثالث والرابع سيستضيف مباراة الإياب. نصف النهائي أيضا مباراة ذهاب وإياب، الفائز بالفريق الذي سيسحب أولا في النصف النهائي الأول والفريق الذي سيسحب أولا في نصف النهائي الثاني سيستضيف مباراة الذهاب، والفريق الآخر سيستضيف مباراة الإياب، والنهائي سيكون أيضا على مبارتين. الفريق الذي سيفوز في نصف النهائي الأول سيستضيف مباراة الذهاب، والفريق الذي سيسحب أولا سيستضيف مباراة الإياب. فرق شرق آسيا: الفريق الذي سيسحب أولا سيستضيف مباراة الذهاب، والفريق الذي سيسحب ثانيا سيستضيف مباراة الإياب في ربع النهائي الأول، ونفس الأمر ينطبق أيضا على ربع النهائي الثاني. الفريق الذي سيسحب أولا ستكون مباراة الذهاب على أرضه، والفريق الذي سيسحب ثانيا ستكون مباراة الإياب على أرضه. الفريق الأول سيستضيف مباراة الذهاب، والفريق الثاني سيستضيف مباراة الإياب. Fourth drawn club from the pot will host second leg of quarterfinal four. This will conclude the draw for the AFC Champions League. هكذا كانت نظام قرعة دوري أبطال آسيا للدور ربع النهائي. Well, I hope that is it. You know, made things easier. أتمنى أن يكون ذلك كان شارحا ووضح كل قواعد القرعة. الآن أود أن أدعو الشخص الذي سيقوم بسحب الكرة. سنرحب الآن بالسيد مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي. Thank you very much, sir, for joining us. شكرا جزيلا بانضمامك لنا. 10 سنوات بهذه البطولة النسخة الجديدة، هناك تنافس أكبر بالتأكيد. نعم، لقد قدمنا نسخة جديدة في 2009، والآن يمكن أن نشعر الآن بالفارق ومدى قوة هذه البطولة، وشهدنا المباريات في دور 16 ومدى قوة هذه المباريات، وهذا يظهر جودة هذه البطولة. عدد الأهداف بالتأكيد والحضور الجماهيري في الملاعب. لنبدأ الآن قرعة ربع النهائي. كما شرح عبر الفيديو التعريفي، نحن الآن لدينا وعاءين، وعاء لفرق غرب آسيا. سنبدأ القرعة الآن مع فرق غرب آسيا، والفريق الأول من هذا الوعاء سيستضيف مباراة الذهاب في ربع النهائي الأول من غرب آسيا. الفريق الأول الذي سيسحب أولا سيلعب مباراة الذهاب على أرضه من غرب آسيا هو فريق العين الإماراتي. بالتأكيد كان وصيف نسخة البطولة الماضية وتوجه 2013. هل تعتقد أنه سينجح في التتويج باللقب؟ لما لا، بالتأكيد لديه كل الحظوظ. الفريق الذي سيواجهه في ربع النهائي الأول وسيستضيف مباراة الإجابة على أرضه
الهلال هو فريق الهلال السعودي. يا لها من مباراة قوية، هنا يمكن أن نشاهد وجوه ممثلي الأندية. بالتأكيد ستكون مباراة مثيرة للغاية، وهذا ما تحدثنا عنه من قبل بأن هذه البطولة تمتلك جودة كبيرة. الفريق الذي سيستضيف مباراة الذهاب في ربع النهائي الثاني من فرق غرب آسيا هو فريق بيرسوبوليس الإيراني. 10 مشاركات في دوري أبطال آسيا، العديد من الإرث الرياضي لهذا النادي بالتأكيد. والنادي الأخير من الغرب الذي سيواجه فريق بيرسوبوليس في ربع النهائي ويستضيف مباراة الإجابة على أرضه هو فريق الأهلي السعودي، بالتأكيد فريق آخر لديه جودة كبيرة. الآن لدينا الفرق التي ستتنافس في ربع النهائي الأول وربع النهائي الثاني من فرق غرب آسيا. الآن فرق شرق آسيا ستكون نفس الطريقة بالنسبة لغرب آسيا. الفريق الأول سيستضيف مباراة الذهاب من ربع النهائي الثالث من دوري أبطال آسيا. الفريق هو شانغهاي الصيني، الموسم الثاني له في هذه البطولة والموسم الثاني للتأهل إلى ربع النهائي، وكان واحتل المركز الثاني في المجموعة F. الفريق الذي سيواجه الفريق الصيني شانغهاي وسيستضيف مباراة الإياب هو فريق غوانجو الصيني. يا مثيرة وقوية، ربما تكون مباراة ديربي، ولكن هذه القرعة وهذا جمال دوري أبطال ومتعة دوري أبطال آسيا. الفريق الثاني الذي سيستضيف مباراة الذهاب على أرضه من شرق آسيا هو فريق كاواساكي الياباني، الظهور الثالث لهذا الفريق. أنهى في المركز الأول في مجموعته في دور المجموعات. الفريق الأخير من شرق آسيا هو فريق روا ريد دايمون من اليابان الذي سيستضيف مباراة الإجابة على أرضه. بالتأكيد هذه هي الفرق التي ستقابل بعضها البعض في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه القرعة من جديد.